يوم احنا الكل يجمع انه كرة القدم هي رسالة، رسالة السلام، والان الكل بالاجماع انه كرة القدم اصبحت هي المشاهدات الاولى بالعالم. لذلك يمكن اعتقد الفريق المغربي من خلال هذه البطولة وصوله الى الادوار ربع النهائي، انا اعتقد انه قدر يوصل رسالة كبيرة ممكن تستغرق سنوات حتى ممكن توصل للعالم. من خلال الرياضة قدر يوصل رسالة مظلومية الشعب الفلسطيني من خلال هذه الانشودة، ومن خلال رفع العلم الفلسطيني في مونديال يشاهد ملايين من الناس. أنا أعتقد هي رسالة بليغة جدا للعالم بمعاناة الشعب الفلسطيني. ولأهمية الموضوع أنا أريد فقط يعني أشير إلى قضية، يعني رأيي لست كمقدم لأن هذه القضية أبعد من كرة القدم. الشعوب العربية كرة القدم أرسلت رسالة إلى الحكومات العربية بأن الشعوب لن تنسى قضية المصيرية مهما كانت هذه المواقف السياسية أين ما حلت. المهم الشعوب عندما يقول الشعب كلمة تنتهي كل قضايا التطبيع وما إلى سوى ذلك. قد تعيد بعض الحكومات النظر في مثل هذه الرسائل.